التطور التكنولوجي اللي وصل له الإنسان خلاه قادر على استبدال أجزاء من جسم الإنسان بأجزاء تانية صناعية، يعني الإنسان دلوقتي ممكن يبقى له قلب صناعي بدل قلبه الطبيعي، ممكن يركب له دعامات ومسامير بدل العظم اللي في جسمه، ممكن ياخد مضادات حيوية بدل جهاز المناعة اللي عنده، حتى عقل الإنسان دلوقتي بقى فيه روبوت عنده تقريبا عقل مشابه لعقل الإنسان، لكن يظل العلم والتكنولوجيا عاجزين عن استبدال شيء مهم جدا في جسم الإنسان، شيء نقصانه أو عدم وجوده بيكون سبب في الموت المؤكد. كده يبقى أكيد إحنا بنتكلم عن الدم. وانت ماشي في الشارع لقيت عربية اسعاف وناس كتير بتتبرع بالدم، فقررت انك تعمل زيهم ودخلت العربية فعلا، والدكتور اخد عينة من صباعك عشان يعرف الفصيلة بتاعتك، وبعدين سحب من دراعك نص لتر دم في الكيس اللي متعلق ده، وبعد كده اداك علبة العصير بتاعت كل مرة. طبعا انت كده مفكر انهم اخدوا منك كيس الدم ده وهيروحوا يدوه زي ما هو كده لواحد تاني عنده نقص دم. خليني في البداية اقولك ان الدم اللي اخدوه منك ده بيمثل من 7 ل 8% من وزن جسمك، وجسمك تلقائي تعويض الدم اللي اتاخد منك ده مرة تانية. البلازما مثلا بتتعوض في 24 ساعة، وكرات الدم الحمراء بتتعوض في حوالي شهرين. والدم اللي اتاخد منك ده بيحتوي على عناصر كتير قوي، ممكن المريض اللي هتتنقل له مش هيبقى محتاجها كلها، عشان كده بياخدوه المعمل وبيحطوه في الجهاز اللي قدامك ده ويخلوه يدور بسرعه معينه علشان العناصر التقيله تترصد تحت وفوقها العناصر الاخف في الاخف، وبيطلع في الاخر بالشكل ده. اللي تحت دي كرات الدم الحمراء، ودي المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين لكل جسمك، وتاخد ثاني أكسيد الكربون اللي في جسمك توديه الرئتين، ودي بتمثل 45% من توتال الدم اللي في جسمك. واللي في النص دي كرات الدم البيضاء، ودي اللي بتحارب أي سموم أو ميكروبات بتدخل جسمك، ودي بتمثل أقل من 1% من توتال الدم. وأخيرا اللي فوق دي البلازما، ودي بتمثل 55% من توتال الدم اللي في جسمك، وبتتكون من 90% مية و10% مواد تانية زي البروتينات، الغازات، الهرمونات. طيب احنا ليه مش قادرين نصنع سائل بديل للدم مع ان مكوناته دي عادية جدا وبنصنعها في الأدوية بتاعتنا؟ احب اقولك ان العلم والتكنولوجيا مش قادرين يصنعوا سائل بديل للدم مش عشان مكوناته. الاعجاز اللي في الدم هو انه بيعمل عملية اسمها هيموستاسيس او وقف النزيف. لو تصورنا لا قدر الله انك اتعورت في صباعك مثلا وبدأ نزيف الدم ينزل، على طول بيبتدي الوعاء الدموي تلقائيا انه يضيق علشان يقلل اندفاع الدم، وبعد كده تتجمع الصفائح الدموية على مكان الجرح عشان تقلل من النزيف، رغم ان الصفائح الدموية دي ما بتتجمعش في الطبيعي. ده مش كده وبس، ده بتتجمع عليها خلايا تانية اسمها الكولاجين، دي بتبقى كده عاملة زي مادة الصمغ بالظبط عشان تحاول تقلل من النزيف. وفي النهاية وفوق كل ده بيتم افراز خيوط من البروتين اللي بتضم طرفين الجرح مع بعض ويوقف النزيف نهائي، ومستحيل اي سائل تاني ممكن يعمل الكلام ده. بس هو ليه الدكتور اخد عينة عشان يعرف فصيلتك؟ هو مش كله دم. سنة 1901 الدكتور النمساوي كارل لاندشتاينر اكتشف ان الانسان له 4 انواع من فصائل الدم. وبالمناسبة احب اقولك ان الانسان والقرد بس اللي عندهم 4 انواع من فصيلة الدم، عكس الكلاب مثلا اللي عندهم 30 نوع من فصيلة الدم، والبقر اللي عندهم 800 فصيلة دم. ورغم ان موضوع فصيلة الدم معقد شوية بس هحاول ابسطها لك. كرات الدم الحمراء فيها بروتين اسمه هيموجلوبين، ده اللي بيتحد مع الأكسجين اللي بتتنفسه وبينقله لكل الجسم. بس برضو في بروتينات تانية بتتحد مع كرات الدم البيضاء عشان تحمي الدم من أي ميكروبات أو تلوث. البروتينات دي بقى خاصة بيك انت وبس، هي دي اللي بتحدد فصيلة دمك. وفصيلة دمك كمان بتتحدد بالوراثة، لأنك بتاخد نوع الدم من الأب والأم، يعني لو الأب والأم فصيلتهم A يبقى انت كمان A، ولو فصيلتهم B يبقى انت كمان B، ولو واحد فيهم A وواحد B هتبقى فصيلتك AB. لكن الغريب ان لو واحد من الاتنين فصيلته O الفصيلة التانية بتكون الأقوى دايما وتلغيها. لازم عشان تبقى فصيلة دمك O لازم يكون الأب والأم فصيلتهم O. عشان كده سهل جدا لو عرفت فصيلة الأب والأم هتقدر تعرف فصيلة دم الأطفال بمنتهى السهولة. يبقى هنا لازم نسأل إيه اللي يحصل لو نقلنا الواحد فصيلة دم غير فصيلته؟ اللي هيحصل كالآتي، هتروح كرات الدم البيضاء عشان تتحد مع البروتينات اللي هي عارفاها، هتلاقي بروتينات غريبة فهترفض إنها تتحد معاها وتبتدي تحاربها، وهنا بيحصل ما يسمى بتجلط الدم،
ويموت الشخص فورا. عشان كده في ناس محظوظة زي اللي فصلتهم A B، لأن كرات الدم البيضاء بتاعتهم بتقدر تتعرف على البروتينات الخاصة بـ A والبروتينات الخاصة بـ B وتتحد معاهم، عكس اللي فصلتهم O، كرات الدم البيضاء بتاعتهم بترفض أي بروتين غير الـ O بتحاربه. لكن الغريب إن العلماء مؤخرا اكتشفوا فصيلة دم جديدة، وعاوزك تتمالك أعصابك وانت بتسمع اللي جاي ده. الفصيلة دي عند 43 شخص بس في الكرة الأرضية. انت متخيل 43 شخص اللي مشتركين بس في الفصيلة دي؟ فصيلة اسمها RH0 أو فصيلة الدم الذهبية، ودي فصيلة بتكون فيها كرات الدم الحمراء ما فيهاش بروتينات، اللي المفروض انها تتحد مع كرات الدم البيضاء. وطبعا عشان الفصيلة نادرة بيخلوا اصحابها كل شوية يتبرعوا بالدم عشان لو احتاجوه بعدين مش هيلاقوا متبرعين. كل اللي فات ده انت ممكن تكون عارفه قبل كده، بس المدهش هو اللي جاي. مجموعة من العلماء جابوا مجموعة من الأطفال وحطوا كل الأطفال اللي ليها نفس فصيلة الدم مع بعض، ودخلوا عليهم مدرس ومعاه فازة شكلها غالي جدا، ووقعها قدامهم وكسرها، وطلب منهم انهم يحتفظوا بالسر وما يقولوش لحد. لقوا ان كل اللي فصلتهم ايه فتنوا على المدرس بمنتهى السهولة، واللي فصلتهم بي احتفظوا بالسر وما قالوش لحد، واللي فصلتهم ايه بي كانوا في الاول مترددين بس لما اتضغط عليهم في السؤال فتنوا برضه، واللي فصلتهم او وعدوا المدرس وعد شديد ان هم مش هيقولوا لحد وراحوا هم بنفسهم اعترفوا عليه. غريبة قوي، كل اللي فصلتهم زي بعض بيفكروا زي بعض. عالم ياباني سنة 1926 جاب مجموعة من الناس، سألهم شوية أسئلة وقسمهم حسب فصيلة دمهم، وفي الآخر نزل مقالة بعنوان الحالة المزاجية والدم، وحدد صفات كل شخص حسب فصيلة دمه. عندك مثلا اللي فصيلة دمه O بيبقى شخص متهور ونشيط، واللي فصيلة دمه A بيبقى هادي بس قلوق، واللي فصلته بي بيبقى طيب بس رغاي، واللي فصلته اي بي بيبقى فيهم نفس صفات اللي فصلتهم ايه واللي فصلتهم بي. وبعدها باربع سنين حاول الجيش الياباني سنة 1930 انه يشوف احسن فصيلة دم ويكون منها جيش مثالي. طبعا الناس والعلماء وقتها قالت ان الكلام ده غير علمي بالمرة، لغاية ما فجأة في سنة 1990 جريدة يابانية تظهر وتقول ان شركة ميتسوبيشي للالكترونيات كونت فريق من المهندسين كلهم فصيلة دمهم AB، وقالت ان اصحاب الفصيلة دي بيبقى عندهم قدرة ابداعية ومهارات للتخطيط ممتازة. الكلام ده خلى الناس والجرايد في اليابان ترجع تسأل تاني، هل فصيلة الدم ممكن تحدد شخصية وسلوكيات اللي قدامك؟ لدرجة ان في الانترفيو بقى فيه سؤال فصيلة دمك ايه؟ بقى اهم من شايف نفسك فين كمان 5 سنين. وفي 2015 موظف ياباني كتب على تويتر ان مديره مشاه من الشغل عشان فصيلة دمه O، وقال ان دول ناس بتبقى غير مسؤولة ومهملة. فده خلى العلماء يعملوا استفتاء سنة 2016، ولقوا ان 40% من الناس بيعتقدوا ان فصيلة الدم ممكن هي اللي تحدد شخصيتك. بس ده كان كلام يبدو انه غير علمي، لغاية سنة 2019 لما عملوا نفس الاستفتاء على موقع اسمه ميد بير. الموقع ده بيبقى خاص بالاطباء فقط، وكانت النتيجة الفاصلة 38% من الدكاترة بيقولوا فصيلة الدم هي اللي بتحدد شخصيتك. في النهاية احب اقولك ان انا مش عاوزك تشغل بالك بالكلام ده، تقبل نفسك زي ما انت، بالحلو بالوحش بالاي بالبي بالاو، المهم تخلي عندك دم. لا ما اقصدش، يعني انا اقصد حرفيا خلي عندك دم، تحافظ عليه وتهتم بيه، وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، اشوفكوا الحلقة الجاية.